السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. وإلى أي مستوى وصلنا في حبه صلى الله عليه وسلم.
لا نعرف على أنفسنا هذا السؤال، وهو سؤال خطير، لأنه كثيرا ما تقدم أمور أخرى على حبه صلى الله عليه وسلم. فإذا تقدم حب على حبه صلى الله عليه وسلم، فما الحال حينئذ؟ الوصف الذي وصف به ربنا عز وجل أولئك الذين يقدمون حبا من أنواع الحب المختلفة وأنواع الحب المشروعة، حب الأبناء، حب البلاد، حب الأقوام، عشيرة، قبيلة، حب مالك الحلال، الذين يقدمون أي نوع من هذه الأنواع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه ربنا عز وجل بالفاسقين. تخيل، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله العقاب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويخفي ربنا عز وجل العقاب في الآية تعظيما له، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الأمر؟ لم يظهر لنا في الآية، وهذا لتعظيم العقاب. أولئك الذين قدموا حب الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو العشيرة أو الإخوان، كل هذه الأنواع من الحب كلها مشروع، بل كلها محظوظ عليها، كلها مأمور بها. أمرنا أن نحب آباءنا وأن نحب أبناءنا وأن نرعاهم وأن نحفظهم، ولكن لا يقدم حبنا على حبه، حب الله عز وجل برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حب الجهاد في سبيل الله. هذه أنواع من الحب لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يقدم عليها حبا من أنواع الحب المختلفة، حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، انظر إلى النص، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من ولده ووالده والناس أجمعين. فنحن نتكلم عن قضية خطيرة جدا، لا نتكلم عن فضيلة من فضائل الأعمال، إنما نتكلم عن واجب أساسي من واجبات المؤمن والمؤمنة. لابد أن يراجع نفسه كثيرا، هل فعلا أقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أنواع الحب، أم أنني أقدم حب كذا أو كذا أو كذا وإن كان مشروعا على حبه صلى الله عليه وسلم. في ثمرة من ثمرات الحب مهمة للغاية تستطيع أن تقيس بها حبك، لأن لو سألت كل واحد من الحضور في أي بلد من بلاد المسلمين، في أي ظرف من الظروف، حتى أولئك الذين لا يلتزمون ولو بجزء بسيط من الشريعة، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم أحبه. ما ليس هناك أحد في هذا المجلس ولا في غيره يمكن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب المطلوب؟ أم أن هناك حبا معينا نريد أن نقيس عليه الحب؟ الحب الذي نريده هو الحب الذي يقودك لاتباعه صلى الله عليه وسلم، الذي يقود إلى اتباع أوامره، لأن الكثير يعلنون حبهم ولكنهم ليسوا صادقين في هذا الإعلان، ليسوا صادقين مع أنفسهم ولا مع الناس. يقول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت هذا مقياس واضح للغاية، يا ترى من حياتك شكله إيه؟ يا ترى أنت فعلا متبع له صلى الله عليه وسلم، أم أنك تزيد هنا وهناك وتبعد عن طريقه صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه أمرك أن تفعل كذا وكذا ولم تفعل، أمرك بصدق فكذبت، وأمرك بامتناع عن رشوة فدفعت، وأمرك بغض البصر فنظرت، وأمرك بكذا وكذا، أمرك بالإحسان إلى جارك، أمرك بالجهاد في سبيل الله، أمرك بتحذير الأوطان، أمرك بمقاومة الفساد، أمرك بأن
أشياء كثيرة للغاية. السنة مطهرة لا صغيرة ولا كبيرة. حياته في كل المجالات صلى الله عليه وسلم واضحة وجلية. فهل فعلنا ذلك أم أننا خالفنا عمدا؟ المخالفة العمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق بالمسلمين المصائب. إذا رأيتم المصائب تكثر في بلاد المسلمين فاعلموا أن هذا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عن جلالة قدرهم وسمو مكانتهم عندما خالفوا أمرا واحدا من أوامره في معركة عسكرية حربية في موقع أحد. ماذا كانت النتيجة؟ مصيبة كما سماها ربنا عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم الذين أتيتم بهذه المصيبة. النصر كان معكم في بداية الموقعة. لماذا سحب النصر من تحت أقدامكم؟ نحن الآن في أشد الحاجة لهذا الكلام. أعطانا الله عز وجل نصرا في ثوراتنا المتتالية هنا وهناك، فضل الله عز وجل لله فضل منا. والله ما كنا نحن بهذه النتائج، لكن هو الكريم سبحانه وتعالى. لكن يستطيع ربنا عز وجل أن يسحب هذا النصر إن خالفنا. مرسيدس الرجال مولا كلمة يدي بعد آخر خلوش كل مروح وما لقاش كيفين. بارك الله فيكم. قبل المرسيدس كل الكلام من عندي أنفسي من الله عليك. الثورات العربية النص من عند رب العالمين سبحانه وتعالى منا فضل كريم يمكن أن يسحب إذا خالفنا أمره صلى الله عليه وسلم. الصحابة في موقعة أحد انتصروا في بدء الأمر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه انتصرتم انتصارا مجيدا وهرب المشركون فروا. الآن فهمتكم، فروا مش كده؟ فروا وهربوا. يفعل ذلك هذا وذاك وسقط النظام، سقط المشركون في موقعة أحد، انتهت القضية. ثم حدثت مخالفة، ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أماكنهم من فوق الجبل ونزلوا. عندما نزلوا يا إخواني لم ينزلوا اجتهادا في الرأي، مش قضية اجتهاد وأخطأ في الاجتهاد، لا، خالفوا وهم يعلمون أنهم يخالفون، خالفوا وهم يدركون أن هذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هناك عقاب. خالفوا ووقف أمام عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه قائلهما، وقالوا: أنسيت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا لا يقبل تأويلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. في كل الأحوال ليس مسموحا لك بالإشتهاد في هذه القضية، هذا أمر مقطوع وبين. ما لم تأتي مني إليكم رسالة، تأتي إليكم رسالة مني تخبركم بالقدوم، لا تبرحوا مكانكم أبدا. وذكرهم عبد الله بن جبير ونزلوا قالوا: الغنيمة الغنيمة. كم من المرات نخالف من اجل الغنيمه؟ الغنيمه قد تكون في مال فيه شبهه، الغنيمه تكون في منصب معين فيه يعني مخالفه، قد تكون في اي جزئيه من جزئيات الشريعه، الشجره التي اكل منها ادم عليه السلام، الجنه بكاملها حلال وشجره واحده حرام، اذا اكل منها نزل من الجنه الى الارض. هكذا نفعل. المعصيه في حياه المسلم متكررة ومصائبها كثيرة وكبيرة. قال الله عز وجل تعقيبا على غزوة
اخرج قال منكم من يريد الدنيا الناس التي خالفت ومنكم من يريد الاخره الناس كانت تستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها للعوده ولا تعود قال ربنا عز وجل اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم الرسول يدعوكم المخالفه يا اخواني لا تاتي الا بالمصائب المصلحه كل المصلحه لنا في اتباعه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المحك الذي تستطيع ان تقيس به درجه حبك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كلنا سيكون بلسانه احبه صلى الله عليه وسلم لكن من منا يفعل من يثبت حبه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم سؤال في غايه الاهميه يا ترى الحب ياتي اولا ام الاتباع ياتي اولا يعني هل الاتباع يقود الى الحب او الحب يقود الى الاتباع لان يترتب على هذا السؤال نتائج ان انا لو عايز ابني عماره او ابني مبنى ضخم لابد ان احفر الاساس بشكل جيد حتى يتحمل هذا البناء الضخم والصرح الكبير فما هو الاساس ما هي البدايه تعال نتدبر في بعض الاشياء كل واحد طبعا يقلب السؤال في ذهنه ويضع اجابات يا ترى الحب الاول ولا الاتباع الاول يا ترى كل المحبين يتبعون هذه جملة صحيحه ولا كل المتبعين يحبون كل المتبعين يحبون ولا كل المحبين يتبعون لخبطتكم ها احترتوا يعني فعلا هل اللي بيحب اصبح بالتبعيه يتبع ولا هل اللي يتبع اصبح بالتبعيه يحب؟ ها؟ واحنا محتاجين اثنين طبعا لكن انا ارى ان البدايه في الحب البدايه في الحب لان احنا نتبع ناس كتير ما بنحبهمش ولا ايه؟ اي حاكم ظالم بنتبعه خوفا بنتبعه ممكن ارهابا ممكن نتبع واحد حياء منه ولا احبه لكن المحب الصادق يتبع اديكم امثله مهمه للغايه ممكن نفهم منها هذا المعنى وبالتالي بعد ما نفهم هذا المعنى سنخلص الى طريقه الوصول الى ما يريده ربنا منا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم من الشريعه الاسلاميه من الدين يعني هذا كلام عملي لو نضيف في حياتنا امثله اولا النقطه الاولى كيف او على من عرض حبيبنا صلى الله عليه وسلم دينه عندما نزل اليه المره الاولى اول ما نزلت الشريعه الاسلاميه تكليف بالتبليغ من بلغ صلى الله عليه وسلم انظر الى الاربعه اللي بلغتهم بلغ من النساء سيدنا خديجه رضي الله عنها وبلغ من الرجال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبلغ من الاطفال سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبلغ من الموالي سيدنا زيد بن حارثه رضي الله عنه هؤلاء ما الذي يجمعهم؟ مش معنى الاربعه دول في اهل العلم كلهم دول اكثر ناس بيحبوه صلى الله عليه وسلم اكثر الناس حبا له دي مش مصادفه ده منهج انت لما تيجي تكلم واحد بيحبك قوي سهل تقنعه برايك سهل تقول له على شيء غريب ويصدقك ان هو بيحبك لو كان لا يحبك الجدل يطول بينكما احيانا تبقى الحجه العقليه في منتهى القوه لكن لانه بيكرهك مش قابلها منك لا يقبل منك وانظروا الى من يعارضون الاسلام الان واحيانا الحجج قويه وباهره وهو يسمع ولا يريد ان يتبع لان في كراهيه عبد الله بن ابي بن سلول هذا زعيم المنافقين في المدينه المنوره كان يرى الايات تتنزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكنه كان يكرهه يكرهه ان هو كان شايف الملك هيجيله وحسن نزعه منه كان الاوس والخزرج ينسجون له التاج ليكون ملكا على المدينه المنوره ثم هاجر حبيبنا صلى الله عليه وسلم فنقل كل شيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ونزع
إلا أن هذا الأمر لم يرفع مستوى التوتر في البيت إلى أي درجة من الدرجات. كان بيتا ساكنا هادئا في كل مراحله. صلى الله عليه وسلم 25 سنة صلى الله عليه وسلم ما سمعنا موقفا واحدا سيئا منها أو منه في علاقتهما، ما غضب منها وما غضب منه صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت تحب حبا جاما عميقا. عشان كده أول ما جاءه هذا الأمر الغريب العجيب، أنا أعتذر كل واحد يفتح موبايله كام؟ ما أعرفش مين الناس اللي تخش محاضرات الموبايلات مفتوحة. أعتذر روحي معلش. بسرعة. كويس اللي كانت فيا. حتى لما جريت الموبايل بتاعه تلاقي الناس كلها يعني ترمقه بأبصارها يعني تريد أن ترميه من الحجارة. والله نسي يعني معلش يعني صلى الله ما شاء الله كلنا ينسى كلنا ينسى. سبحان الذي لا ينسى سبحان الله ما كان ربك نسيا. فالسيدة خديجة هذه واحدة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب ورسول الله أحب الناس إلى قلبي، الحب بينهم متبادل وعميق ومستمر. فأسرع إليه، لم يسرع إلى غيره، أسرع إليه هو. زيد بن حارثة كان اسمه زيد بن إيه؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه. فضل الرقة على الحرية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في درجة حب زي هذه الدرجة. عشان كده كان اسمه ايه وسط الصحابة؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مصدقة ايضا. سيدنا علي بن ابي طالب اين تربى؟ تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو طالب علي بن ابي طالب، ابو طالب هو ابوه عام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا وهو في الزمن الاول ربى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صغير لما مات جده عبد المطلب فرباه في بيته. ولما شب
رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنك أحببت رسوله أحببت أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم. بداية الأمر الحب، نتيجة هذه الأنواع من الحب تتبع. عشان كده زرع الحب هذا كان أكيد ومهم. سيدنا عمر بن الخطاب ملحوظة ثالثة، الدليل على قضية أن الحب يصل بالاتباع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجلس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في لحظة من لحظات الصدق، يقول له إيه؟ يا رسول الله والله إنك لأحب من كل شيء إلا نفسي. هو بيقول الكلمة دي معتقد إنه بيديله درجة حب ضخمة جدا. والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. وعلى فكرة هذه درجة عالية جدا. يعني فعلا لو واحد فينا وصل ليها فقد ارتقى سلما عاليا في الإيمان. هو لسه لم يستكمل الإيمان، لكن وصل لدرجة عالية. أن تحبه أكثر من أولادك، أكثر من تجارتك، أكثر من أموالك، أكثر من سلطانك، هذه درجة عظيمة جدا هائلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قبل أن هذه الدرجة العالية؟ قال لا يا عمر، لا يا عمر. قضية خطيرة. عمر بن الخطاب شخصيا اللي هو من أهل الجنة، عمر في الجنة، نص حديث الترمذي، عمر في الجنة لو كان ومع ذلك لا يقبل منه صلى الله عليه وسلم هذه الدرجه. يقول لا يا عمر، لا يا عمر، لم يكتمل الايمان بعد. فعاد عمر بن الخطاب الى نفسه ورجعها، راجع نفسه، لا نفسه بيحب الرسول اكثر من نفسه، لانه لو راى مصابا يصيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم فسيضحي بنفسه لاجل رفع المصاب عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يتمنى ان يموت هو ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى ان يصاب هو لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعوره. فلما قاس هذا الموضوع في ذهني قال الان يا رسول الله احبك حتى اكثر من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، الان هذه درجه مطلوبه، الان يا عمر، الان كمل ايمانك. المفاجاه، اين كان يقول عمر هذا الكلام؟ ماذا كان يقول هذا الكلام؟ أنا ممكن أتخيل هذا الكلام قاله بعد مجلس أو مجلسية الإسلام لسه بيتعلم الإيمان. راوي هذا الحديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، هو التيمي يسكن المدينة المنورة. ما ذهب إلى مكة المكرمة، يعني هذا الكلام الحوار ده كان في المدينة المنورة. في أي سنة ما ندري، لكن تم في المدينة المنورة. يعني معنى فيرضى عنك ويسقيك من حوض يوم القيامة. طبعا هذا كله مردود على حب
طريق لحب الله عز وجل، وإذا أحببت الله عز وجل على طريق لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلازمان أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متلازمان. طبعا ما في أي معنى لتقديم حب على حب، لكن هو حب الله ورسوله مجموعة بهذه الصيغة في مواقف كثيرة جدا وفي آيات كثيرة جدا. إذا قضيتنا ليس كيف نتبع ولكن كيف نحب. كيف نحب؟ عشان كده اسم المحاضرة كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعلمت كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا فالحمد لله مسألة الاتباع هتبقى طبيعية جدا جدا، وهتبقى ماشيين في شرعه كما صار الصحابة الكرام اللي كانوا بيحبوه حبا جاما من قلوبهم. كلهم ما كانوا يستطيعون أن يخالفوه. ما كان عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه شاف واحد من الناس بيخطف، الخطف هو انك تجيب طائر حي تحطه وتستعمله في الرمايه، طائر عصفور او حمامه او شيء تتعلم الرمايه عليه وهو حي. هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا في تعذيب للطائر استدين رحمه، فنهى عنه. عايز تصطاد عشان تاكل حاجه ثانيه، اما تتعلم عليه وطلع عليه ما فيش كلام منه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلف. فعبد الله بن مغفر جاب واحد من الصحابه وواحد من المعاصرين اقاربه من قبيلته يخسف بيعمل هذا المنهي عنه، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن هذا، ما تفعل هذا. مرت ايام ومر عليه مره ثانيه فوجده يخلف وجده يفعل نفس الفعل. قال احدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل والله لا أكلمك أبدا. مفصلة قضية بالنسبة لي ضخمة أوي يا نهار أبيض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخالف، هذه كلها استبعدها الصحابة، مش فاهم إزاي واحد ممكن يعمل كده. نريد أن نصل لهذه الدرجة، أن يعظم في عيننا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في عيننا ونقدره ونجله ونبحث عن طريقة تنفيذه بصدق وبحمية وبسرعة ما نتردد ما نتلكم. هقول لكم في هذه المحاضرة أربع طرق، طبعا طرق كثيرة جدا بيكون فيها تفصيل في زيارة مدينة إن شاء الله تونس، إن شاء الله ربنا يجمعنا خير دايما قريب. لكن أنا أقول لكم في المحاضرة دي أربع طرق لحبه صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى أن تعرف قدره عند الله عز وجل، أن تعرف قدر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض، الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة، رب العالمين الجبار سبحانه وتعالى العزيز القوي، رب العالمين الذي خلقنا والذي إليه سنعود يوم القيامة بين يديه نقف ويسألنا عن الغرض والتضمير. كيف كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل؟ ما نستطيع في محاضرة أو محاضرتين أو عشرة أن نذكر قدره عند الله عز وجل، لكن نذكر مجرد أمثلة. اعتبره ربنا عز وجل منة على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لمن الضالين، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. بعث فيه رسولا منهم. فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لمن الضالين. هذه نعمة من الله عز وجل، اعتبره نعمة من النعم التي يمتن بها على عباده المؤمنين. ورفع رب العالمين عذابا عن أمة تسجد للأصنام من دون الله إجلالا لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم. قال الله عز وجل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، انظر الصياغة عجيبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم
هود عليه السلام، ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام، قوم أهل مدين سيدنا شعيب عليه السلام وغيرهم، دمر هذه القرى، لكن إجلالا لوجود حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بلدة رفع الله عز وجل العذاب عنها ونسب رفع العذاب فقط إلى وجوده صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بل إن الله عز وجل ربط عذابهم بموافقته هو صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا والله. لما عاد من الطائف صلى الله عليه وسلم كان مكروبا وحزينا كما يقول، فطلقت مهموما على وجهي فلم استخف الا وانا بقرن الثعالب. هناك في قرن الثعالب جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. ملك الجبال، انظر الى الموقف العجيب هذا. ويقول ملك الجبال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ان شئت انت، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت. اخشبين جبلين حول مكه. اذا اردت يا محمد صلى الله عليه وسلم ان اطبق عليهم الاخشبين، تنتهي قضيه مكه، ينتهي هذا الامر الذي يحزنك. انت مهموم وهمك هذا كبير عند الله عز وجل. فمن الممكن اذا اردت ان اهلك هذه القريه لولا ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل عسى الله عز وجل يخرج من اصلابهم من يشهد انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن انظر الى الموقف وحلل هذا الموقف. رب العالمين لم يرسل جبريل بمفرده حتى يسال محمد صلى الله عليه وسلم: ان شئت ان يطبق الله عز وجل عليهم الاخشبين. فيامر ربنا ملك الجبال فياتي ملك الجبال فيطبق الاخشبين. انما ارسل جبريل ومعه ملك الجبال. يعني صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. البلد العظيم الحرام مكة المكرمة كلنا يتشرف بزيارتها، كلنا يتشرف بالصلاة في بيتها الحرام. وانظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يتحدث عن هذا البلد الحرام وكيف شرف برسولنا صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا البلد للأمر تخفيفا وعد كل موقف اللون على هذه الصورة.
الصورة، دائما تأتي بهذه الصورة. فحب رب العالمين لرسولنا الكريم حب لا نستطيع نحن أن نقدره. كونك تعلم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القدر عند رب العالمين، هذا أمر عجيب. لابد أن يزرع حب رصاصة في قلبك. بل إن الله عز وجل في أمر في غاية العجب لم يتكرر في الدنيا إلا مرة واحدة فقط. استدعى حبيبنا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس وبعث له الأنبياء من قبورهم، بعث له كل الأنبياء ليصلي بهم. أي تكريم هذا؟ أي هو لا يصلي بهم؟ كل علماء الأرض أو كل الصحابة والكرام، إنما يصلي بمن سبق. الموتى، كل الأنبياء الذين ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم. هل تتخيل مثل هذا الحشد؟ كم نبي تفتكروا بعث في هذه القضية؟ الأنبياء عندهم قد إيه؟ عندهم 25 أو 26، 25 في القرآن الكريم، ونبي في السنة المطهرة يوشع بن نون. فهذه 26 نبي نعرفهم، لكن هل هم هل هؤلاء هم الأنبياء فقط؟ لا، ورسلا لم نقصصناهم عليك، من قبل رسلا لم نقصصهم عليك. في رسل لم كان رسول، كان نبي. عارفين كم نبي كم رسول؟ في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن الأنبياء 124 ألف نبي. متخيل الرقم؟ 124 ألف نبي، منهم 313 رسولا. 124 ألف إنسان. تخيل استاد الكورة عشان تعرف عدد. هذا أنبياء كلهم. أنبياء صفوف صفوف صفوف، ثم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بأئمة البشر جميعا. هؤلاء هم أئمة الهدى في الدنيا كلها، أعظم الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى هؤلاء ليكونوا أنبياء، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما لهم. شيء في منتهى العجب، بعد أن صلى بهم رفع إلى ما لم يرفع إليه بشر قط في حياته، إلى السماوات العلى وهو حي. نعم، هو قبل السماوات العلى أنبياء آخرين، هذا بعد وفاتهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فيفتح له الأبواب تلو الأبواب، السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، يخترق حتى يصل إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى لقاء رب العالمين. وهو حي في الدنيا. هذا أمر مذهل عندما تتخيله. حدث له صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ونصدقه. بعد أن تم هذا اللقاء العجيب بين رب العالمين وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، محاورة وكلام يدور بينهما، بعد هذا طاف حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الجنة، دخل الجنة وهو حي قبل أن يموت، زارها وهو ينوي ذلك في الحديث الصحيح، ويقول دخلت الجنة فإذا ترابها المسك، فإذا ترابها المسك، وإذا حبائل اللؤلؤ، لؤلؤ متعلق في كل مكان، وكانها مزينة استقبالي صلى الله عليه وسلم. دخل الجنة، شاف الجنة. نحن نتحدث عن الجنة فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. صلى الله عليه وسلم دخل ورأى، رأى وهو حي، شاف هذا الموضوع بنفسه وعاينهم، شاف الأرض، شاف الشوارع في الجنة، شاف الحدائق الغناء، شاف الطيور، شاف اللآلئ، شاف هذا الكلام وعاد إلينا يصف رأي العين صلى الله عليه وسلم. هذا رأيت من هذه الدرجة، هذا القدر. اقرأ في هذا المجال، أنت كثير جدا، اقرأ القرآن الكريم، ما أنتش صفحة إلا وفيها إشارة إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إما وصفا له، وإما مخاطبة له، وإما تعليم.
القرآن الكريم وابحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا عز وجل بعد القدر وعند الله. إذا تعرف هذا القدر فتجد وإجلال يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم عن عالم من العلماء أو مجدد من المجددين أو مفكر أو مفكر كما نتكلم عن علماء أو عن مفكرين الدنيا، إنما نتكلم عن رجل قدره الله عز وجل هذا القدر. فهذه واحدة. أما الثانية فأن تعرف قدره يوم القيامة، هذا اليوم الذي نحتاج فيه جميعا إلى كلمة منه هو صلى الله عليه وسلم يشفع لك. هذا الإنسان إنسان طيب، إنسان صار على طريقي، إنسان اتبعني، يشفع الكل يوم القيامة. يجري هنا وهناك على الشفاعة، فكلهم يحيل إلى غيره، يحيل إلى غيره حتى يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. متخيل هذا المنظر؟ متخيل يوم القيامة والأرض بيضاء، لا جبال فيها، لا نزوء فيها، لا أثر فيها لحياة إلا البشر والطفول ينتظرون الحساب على أرض الشام. نسأل الله عز وجل أن يرحم أهلنا في الشام يا ربي، أن ينزل عليه نصره وبركاته ورحماته في كل لقاء مثل هذا في دمشق، أن تحرر الظالمين يا رب. في أرض الشام نحشر جميعا هكذا في هذه الأرض المنفتحة، والناس في عرب شديد وفي كمد عظيم، والشمس تبني من الرؤوس قرابة الميل في كرب عظيم. هذا يوم الكرب العظيم، يوم الحسرة. الناس جميعا في ألم وفي ضنك يذهبون إليه هو صلى الله عليه وسلم، أول شافع وأول مشفع، أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ويذهب إلى ربي عز وجل فيسجد تحت العرش ويحمده بمحامد لم يحمده أحد بها قبل ذلك، يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم يقول له رب العالمين يا محمد ارفع رأسك وسد تعطى واشفع تشفع، فيشفع للناس ان يحاسبوا، هذه الشفاعة الكبرى. ثم تأتي الشفاعات بعد ذلك لأحبابه صلى الله عليه وسلم. هذا أخي، تخيل هذا الموقف يا أخي، والله عيش في الآخرة. احنا نهينا في الدنيا كثيرا، نقرأ كثيرا عن الآخرة، انظر إلى القرآن الكريم كيف تعامل مع القضية. القرآن الكريم مع أنه دستور، دستور يحكم. Thank you.
عليكم كل أربع ساعات إن شاء الله ممكن الصلاة في الأول إن شاء الله سريع يعني. كنا نتحدث عن يوم القيامة. القرآن الكريم هو دستور المؤمنين، فيه من التشريعات ما فيه، فيه الكلام عن السياسة وعن الاقتصاد وعن المعاملات عن المعاهدات عن الحروب عما يحكم للناس حياتهم. ومع ذلك فرغ الله عز وجل عددا كبيرا من هذه الآيات للحديث عن هذا اليوم، يوم القيامة، وعن هذا المآل بعد ذلك إلى الجنة أم إلى النار. هذه قضية ليست قضية عابرة في حياتك تقرا عنها في يوم من الأيام أو تسمع فيها درسا من الدروس وأغلقت القضية. حياتك تستقيم بكثرة التدبر في هذا اليوم. هذا يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينفع يكون معاه واسطة معينة أو إن قريب فلان ابن فلان الذي يشرب منصبا معينا، أو إن حسابك في البنك فيه كذا من الأموال، أو أن لك أضياع وأطيار، ما هذه كلها ما تنفع في ذلك اليوم. الذي ينفع فقط هو القلب السليم، والقلب السليم هو القلب المتبع لشرع الله عز وجل، للداعي عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا القدر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتعلم تمام العلم أنك إن خالفت سيكون العقاب أليما جدا. ما هو العقاب؟ تأتي يوم القيامة وقد شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه والناس يجتمعون عليه في هذا العطش الشديد يسقيهم، فتقول الحمد لله أنا مسلم، أنا زي بقية المسلمين اللي واقفين حواليه. فتذهب إليهم فتقف الملائكة صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي دون من أمتي من المسلمين، فيقولون له لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما بدلوا وغيروا من بعدك. هؤلاء غيروا سنتك، هؤلاء لم يتبعوا شرعك، هؤلاء انحرفوا عن المسار الذي سرت فيه. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا، بعدا بعدا. فيبعدهم صلى الله عليه وسلم ولا يسقي من حوضه الكريم صلى الله عليه وسلم. أمر خطير. ولا تحين مناص، لا تستطيع أن تعود. أنا آسف، أنا فهمت الآن أنني أخطأت. ما تستطيع تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. غرغر ماذا؟ انقطع العمل، خلاص قضي الأمر. احمد الله عز وجل أنك تسمع هذا الكلام وفي كلام يتردد. الحمد لله عندنا فرصة للتغيير، عندنا فرصة للعودة، عندنا فرصة للحب، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وهذا يحتاج إلى سنوات وسنوات، إلى أعمار منهج حياة، أن تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. السيرة مش معناها كتاب كذا وكذا وانتهت القضية. اقرأ كتاب واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية، أوعى تزهق من قراءة سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كلما قرأت كلما أحببت. أديكم بعض الأمثلة، لكن أنا أختار إيه ولا إيه؟ هذا والله من أصعب المواقف. أن تختار مواقف معينة تحبب فيها الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل موقف من مواقف حياته يلقي الحب في قلبك. موقف في مكة، موقف في المدينة، موقف في الحل، موقف في الترحال، موقف عندما كان طفلا، عندما كان شابا، عندما كان شيخا، في اي مرحله من مراحل حياتي تحبه صلى الله عليه وسلم حب فطري. اذا حكي لك اي موقف من مواقفه، وهذه من ابلغ الادله على نبوته صلى الله عليه وسلم، لانه لا يستطيع بشر في حاله من الاحوال ان يجمع كل هذه المواقف النبيله في حياته هو وحده. هذا محال ان تكتمل الاخلاق كلها بهذه الصوره في شخص واحد. فهذا من ابلغ ادله نبوته صلى الله عليه وسلم. انظر اليه بعد حصار ثقيل الطائف. الطائف ماذا فعل فيه صلى الله عليه وسلم؟ لسه كنا بنتكلم عن موقف الخشبين، موقف ملك الجبال، وكان راجع من الطائف قذفوه بالحجاره.
يجروا وراه وهو بيجري صلى الله عليه وسلم، هما بيجروا وراه بالطوب يرموه بالحجاره صلى الله عليه وسلم، حتى لجا الى حائط عتبه بن ربيعه وبكى فيه البكاء الذي تعرفونه. موقف اليم شديد ما ينمحي من الذاكره ابدا، ما يذهب من الذاكره. ومرت الايام وبعد غزوه حنين وانتصار حنين ذهب حبيبنا صلى الله عليه وسلم الى الطائف وحاصرها حصارا طويلا شهر كامل يحاصر الطائف، ولم ياذن الله عز وجل ان تفتح. واوذي المسلمون ايذاء شديدا من جراء السهام التي كانت تلقى عليهم من داخل الغزو، وهم يختارون الكفر على الايمان، يختارون المعصيه على الطاعه، يختارون البعد عن طريق الله عز وجل وتكذيب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فاثرت هذا الامر بعد سنوات طويله من التكذيب ما زالت تكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد انه لا فائده من الحصار وانه لن يستطيع ان يفتح الغزو، فقال لاصحابه يا نهايه نعود، فشق ذلك على الصحابه. قال دعنا نذهب قبل ان نفتح البلاد. لا لازم نقعد. قال اذا اجلسوا ما في مشكله ياخذ الشورى صلى الله عليه وسلم، ما في مشكله عايزين تقعدوا اقعدوا. في هذا اليوم الذي ارادوا فيه امرا لم يريده حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعرضوا للايذاء اكثر من كل الايام السابقه. نزلت عليهم السهام من كل مكان اذتهم ايذاء شديدا، فجاءوا باليوم الثاني مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هي من اللي نعود هم اللي بيطلبوا. فابتسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما قالهمش مش قلت لكم؟ يعني لازم تيجوا بالبطاقة يعني؟ مش قلت لكم؟ ما قالش، ابتسم، خد الموضوع بمنتهى البساطة صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقفل راجعا ومع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله ادعوا على تخفيف، خلصنا بقى، احنا بقى لنا سنين وسنين تعبانين منهم. المعاصي هذه تطفو على القلب تمنع الهدايه. ادعو على دوس
عهد لو سلمت به. ما يخطف الانتقام، مع ان دول زناه ساجدين للاصنام مكذبين لصحابته صلى الله عليه وسلم محاربين له، لكن ما في قلبه هذه الاشياء. اللهم اهد لوسا وات بهم. ثم قال لطفيل بن عمرو التوسي: اذهب اليهم وارفق بهم، بلاش اليك عملي، يعني خاطبهم بالتي هي احسن. خطاب لطيف، وارفق بهم، ارفق بهؤلاء الذين غلب عليهم الزنا، نعم ارفق بهم، ارفق بهؤلاء العابدين للاصنام، نعم ارفق بهم، يحتاجون اليك. نحن لن نبعث لقتل الناس ولا للانتقام منهم، انما لهدايتهم الى رب العالمين عز وجل وحسب عنده هو سبحانه وتعالى. انت مكلف بالبلاغ، ما على الرسول الا البلاغ، بل هذا وذاك وبالتي هي احسن، بلطف وبرفق وبلين. ان الله يحب الرفق في الامر كله كما يقول صلى الله عليه وسلم. انظر في الامر كله، ماذا قال هذا الكلام؟ رويت هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، ماذا قال هذه الجمله؟ انت تسمع الجمله تقول ما شاء الله على رقي الاخلاق، لكن لما تسمع القصه اللي اتقالت فيها لا تعرف ان دي اخلاق نبوه بقى مش اخلاق عاديه. لما مر عليه اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، وكانهم يقولون السلام عليك يا محمد، لكن يقولون السلام عليك يعني الموت عليك. فقالت وعلى السيده عائشه واقفه سمعت، قالت وعليه هو اللعنه وقال ان الله يحب الرفق في الامر كله. انا قلت عليكم وعليكم ما قلتموه، والله قلتم علي السلام وعليكم السلام، قلتم علي السلام وعليكم السلام، لكن لم يتلفظ بامر الجارح صلى الله عليه وسلم، لم يتلفظ بهذا، بل امرها بالرفق. هم يدعون على زوجها وعلى نبيها بالموت الصفة. لا، أهل الصفة إيه؟ أنا عايز أنا
الكوبايه ويلخبط، عمال يدي ده يشرب ويشرب، والتاني والتالت والعاشر، لحد ما خلصوا كلهم الكوبايه بتخلص. وهذه من معجزات عيسى صلى الله عليه وسلم، لحد ما خلصوا الكوبايه حبه كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم نسي الكوبايه وقال يا ابا هريره وهو يبتسم. شوف موقف لطيف، يا ابا هريره لن يبقى الا انا وانت. ها ايه رايك؟ كل حصل يشرب. لم يبقى الا انا وانت. فقال نعم يا رسول الله. مين اللي يشرب؟ فقال ابو صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره. انت له اشرب يا ابا هريره. فشرب ابو هريره. فبعد ان انتهى قال له صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره. ثاني فشرب ابو هريره. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل. اخر حته في الكوبايه هو خد صلى الله عليه وسلم. سال الناس كلها، الشعب كله، الفقراء كلهم، وهو اخر واحد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت حياته. كان يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، يقول عنه: كنا اذا احمرت الحدق واشتد الباس في الحروب التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتمي فيه صلى الله عليه وسلم. هو على هذه الصورة لما الناس فزعت في المدينة من سماع صوت عجيب ضخم كده، خافوا يكون حد بيغزو المدينة، فصحي الناس وجرت، لقى الرسول صلى الله عليه وسلم راجع، صحي قبليهم وخد خيل قبليهم وراح قبليهم يشوف القصة، وراجع لهم اطمئنوا لن تراعوا لن تراعوا، مفيش مشكلة هو بنفسه، هو زعيم الدولة صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياته. اقرأ واقرأ واقرأ، تحصي مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبقي في قلبك الحب. احنا في عدة مواقف انا متأكد ان حبنا زاد بعد ما نسمع بعض المواقف، احنا عارفينها بس بنجدد الإيمان. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فما بالك لو خط في سيرته وقرأت الصحاح الكثيرة التي جاءت في وصف حياته. آخر هذه الأمور أن تقرأ سيرة من أحبه، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس إزاي حبته، عشان أنت ممكن تكون بتحبه حب صغير وفاكر نفسك ما شاء الله. لا، قس على من أحبه. اقرأ حب طلحة مع عبيد الله، أبو طلحة الأنصاري، أبو دجانة، أم عمارة. اقرأ عن مواقف حبهم لرسول الله. فتشد يده، فكده مشدودة، عشرة أيام يده مشدودة دفاعا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وعبيدة بن الجراح ينزع السهام التي انغرزت، أو حلقات المغفر التي انغرزت في وجهه صلى الله عليه وسلم، فيفقد أسنانه، ما عنده مانع. وأبو طلحة الأنصاري يقف أمامه صلى الله عليه وسلم في موقع كسرى، ورأيت كذا وكذا من الملوك فما وجدت أحدا أحبه.
يحب احدا مثل ما يحب اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلمة قالها أبو سفيان عندما قتل خباب بن عدي، وسأل خباب بن عدي قبل أن يقتل: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت مكانك في أهلك؟ فقال: ما أحب أن يكون مكاني وأن ما أحب أن يشك في بيتي شوكة وأنا في أهلي. مش بس يحب أنه يبدل مكاني في القتل، لا، ده أنا أضحي بروحي وهو ما يشكش شوكة في قدمي. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ساعتها كان لسه مشرك برضه، قال: ما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا. فقرأ سيرات الغبرة كيف أحبوه حتى تعلم درجة الحب المفهومة. إخواني، آخر ما أقول أن كل ما ذكرناه هذا هو لمصلحتنا نحن. هذه القضية لو نسيناها هو صلى الله عليه وسلم رفع قدره، انتهت قضيته الحمد لله. سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، هو الشافع المشفع، هو أول من يدخل الجنة، لا تفتح الجنة لأحد إلا له هو، أول من يدخل الجنة ويدخل بعد ذلك وراء الناس أجمعون، لكن المهم هو أول واحد يدخل. عندما يدخل باب الجنة يسأل رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول: أمرت ألا أفتح إلا لك. مش هيفتح الباب ثم هو مخبطش على الباب، ثم يدخل الناس وراءه بعد ذلك. هو خلاص قضيته محسومه، هو في اعلى عليين، فوق اعلى الدرجات، في الدرجه العليا. فنحن الذين نستفيد او نخسر بحبنا له صلى الله عليه وسلم. ان احببته استفدت، تقدمت، وكما قال حبيبنا واختم بها حديث يقول عنه انس بن مالك: فما فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا بهذا الحديث. شوف بقى الحديث اللي اسعد الصحابه سعاده، اعظم سعاده بعد الاسلام. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا احبك كثيرا لكنك تكون في يوم القيامه في الدرجات العلى، ونحن في الجنه في اي درجه من درجات الجنه مش معاك. فقال له صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من احب. الله اكبر، بشرى رهيبه عظيمه جليله، يحشر المرء مع من احب. فهنا انس بن مالك جرح اسرير رب الحديث، فقال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر في قلوبنا، واسال الله عز وجل ان يجعلنا في طريقه المستقيم على نهجه العظيم صلى الله عليه وسلم، واساله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا مستعدين لهذه الكلمات الطيبة العطرة التي تفضلت.